نحتفي اليوم بهذه المجموعة من الإصدارات التي أصدرها اتحاد الأدباء والكتاب في النجف، والتي تسعى إلى ترصين الإبداع النجفي ليأخذ حيزاً في المكتبة وفي التاريخ. في زمن المرحوم عبد الهادي الفردوسي طبعنا القاص الروائي، طبعنا ما يزيد على 20 كتاباً، وكانت تتناول الشعر فقط. في هذه الفترة طبعنا المجموعة الأولى 4 إصدارات. الإصدار الأول من وحي النجف، وهو قصص لكتاب النجف، و3 من المجاميع الشعرية. وفي الوجبة الثانية إن شاء الله كل الكتب التي ستصل إلى الهيئة الإدارية وبعد عرضها على اللجنة ستأخذ أيضا طريقها للطبع، وأعتقد وصل لحد الآن أكثر من 5 كتب. فالاتحاد إن شاء الله مستمر على طباعة هذه الكتب، لأنه أفضل ما يقدمه اتحاد الأدباء لأدبائه هو طباعة نتاجهم الأدبي. الكتاب حينما يطبع معناه رصن الأديب وحافظ على نتاجه وإبداعه الأدبي، ووضعه في حيز من المكتبة ومن التاريخ، وأكيد سيكون فرحا جدا فيما قدمه له اتحاد الأدباء من مساعدة في طبع هذه الكتاب. حاولنا قدر الإمكان طباعة هذه الكتب خارج العراق أو خارج النجف، لأنه الطبعة الأولى كانت في النجف أكثر من 20 كتابا، وكانت ليست كما هي الطبعة الآن من حيث الورق والطباعة والتنضيد والإخراج. أما الآن فقد طبعت هذه المجموعة من الكتب في مطبعة تموز في دمشق، والآن إن شاء الله ستعرض عليكم وتأخذون حصتكم منها، وسترون كيف الفرق يكون بين الطباعة الأولى والطباعة الثانية. ولكن بقدر ما كان متوفرا لدينا في زمن المرحوم عبد الهادي الفردوسي حققنا ذلك النتاج أو الطبع في ذلك الوقت. أما الآن لا، صارت الفكرة أن نطبع خارج النجف لكي نعطي مساحة أكثر لأدبائنا للتواصل مع الدول العربية، لأنه نتاجنا في الذي طبع في النجف بقي في حدود النجف وفي حدود أدباء النجف، بينما الآن مطبعة تموز تعرض هذه الكتب في معارضها التي تقوم بتشارك فيها في الدول العربية أو في العراق في شمال العراق. إذن نحن نعطي فرصة لأدبائنا للخروج خارج إطار النجف، المدينة التي ربتهم على الإبداع والتواصل مع الأدب. أدعو الأستاذ قاسم الشمري والأستاذ الشاعر وهاب شريف للتفضل إلى المنصة. أما زينل الصوفي فهو لم يكن بيننا لأنه كان من النازحين وعاد إلى الموصل بعد أن تم تحريرها من قبل قواتنا الباسلة. نعم تفضل. كلمة اتحاد الأدباء يلقيها الأستاذ الدكتور باقر الكرباسي، فليتفضل. مبارك لنا بكم أيها الأدباء، مساءكم وطن، مساءكم عراق، السلام عليكم. أولا باسمكم أرحب أجمل ترحيب بضيفين عزيزين، الأستاذ الدكتور وسام حسين والأستاذ الدكتور صادق الطريحي، أهلا وسهلا بهما ومن بابل العزيزة. هذا وعد أخذناه على أنفسنا في الهيئة الإدارية بعد اجتماعات
متعددة أو عديدة كي نثمن ما يكتب الأدباء أو ما يكتبه الأدباء. أنتم تعلمون أن الأديب والشاعر في هذه الفترة بالذات لا يستطيع أن يطبع إلا ما ندر يطبعون كتبهم. لذلك مثل ما تحدث أخي العزيز أستاذ محمد سعد، ارتأت الهيئة الإدارية أن تكون الخطوة في هذه الدورة الخطوة المهمة والخطوة الأولى هي طبع نتاجات الأدباء والشعراء، فوعدنا ويبدو أننا وفينا الوعد بطبع 4 كتب لشعراء 3 أو 3 وكتاب لمجموعة قصص. مبارك للاتحاد بأبنائه وشعرائه وأدبائه، ومبارك لهم باتحادهم الذي لم ينسهم أبدا. شكرا جزيلا. الآن حديث مقتضب للشاعر وهاب شريف عن مجموعته الشعرية مزامير، ثم قراءة قصيدتين من هذه المجموعة. تفضل. السلام عليكم، مساءكم ورد وفرح والشعر وإبداع. يوم سعيد في حياتنا وفي حياتكم، يوم سعيد من أيام النجف الأشرف. هذه المبادرة ليست مجرد طباعة كتب، إنما هي منجز حضاري ومشروع حضاري كبير وجميل قام به الاتحاد. مجموعة الشعرية هي عبارة عن قصائدي التي كتبتها في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تعرفون أنا ليس عندي عقدة من الأشكال الشعرية، أنا أكتب في جميع الأشكال الشعرية. المجموعة تحتوي على جميع الأشكال الشعرية، الشعر العمودي، الشعر التفعيلي، الشعر الحر أو النثر، إضافة للنصوص المفتوحة، إضافة لنا أنني أكتب قصصا ومسرحيات إلى آخره. الذي أريد أن أقوله، هذه المبادرة بالرغم من أننا يعني طبعنا الكثير من المجاميع الشعرية في حياتنا منذ أن كنا نطبع على نفقتنا في الثمانينيات، هذه لها طعم خاص ولها لها ألق خاص في حياتنا. اتحادنا أبونا هو الذي طبع لنا هذه المجاميع، هذه المبادرة الرائعة، هذا المشروع الحضاري الجميل كما تحدث زميلي وصديقي وأخي، التي عبرت حدود العراق وأصبحت في الوطن العربي. أنا من الشعراء يعني كما تعرفونني المكثرين في النشر وفي الكتابة، ولكن في هذه المجموعة كنت سعيدا جدا، أشعر أنني حققت شيئا كبيرا. هي أجمل مجاميع الشعرية وأنزكها وأحلاها. سأقرأ مقطعين صغيرين لأفسح المجال لغيري. أول قصيدة في الديوان بالغ إلى جوار حائط على وشك الانهيار، وكيت وأحتاج صحبي ودمعات شكواي في جفن ربي، ملأت جيوب الأئمة شعرا حزينا على الخوف أحيا وحسبي، أرى الموت يستنشق الوقت لما الرئيس يعيش على موت شعبي وحسبي، وأثث يومي بصبر عنيد فيورق في الأرض صبري وحبي. مقطع آخر، إياكم نص عمودي ما بيها شيء. بعبارة أخرى، أحب ولست أذوي، قلت أو ازدادت سهام الظن نحوي، قصدي أحبك لست مكترثا بهم، إن الوساوس كي تذوب إليك تأوي، وحياؤك العلوي يغزل رقتي، وأراك تجتهدين تسترقين حلوي، وتعلمين مدارس الأشواق
كيف ترعرعت مذمرة في شفتيك شجوي، لعبارة أخرى سكوت العود لا يعني ذهبت للعبة وتركت الصنوي، أنت انشغالي داخلي وحدائق الليمون يمطر زهرها غيمي وصحوي، بيت القصيد الطين حاك أصابعي ولدي قسوة طبعه ولديه رخوي، أنا من يشكل كيف يبدو طيعا والوقت ثوب صبابة والدرب يطوي، من وجهة أخرى ضحكت تألما هل كنت حاضرة وكنت علي أهوي، تتذرعين بصف حزنك مرة وبكي ماض مر والأعذار تكوي، حتى محيي الورد في قلق الغروب تأسيا مثل اتساع العيد يغوي، بعبارة أخرى جمالك يغسل الدنيا وأنت معي، فزهوك نصف زهوي وخلاصة الماء انسكبنا في الإناء مشردين، إذن أواجه فيك عدوي، من وجهة أخرى كثيرات رسبنا بقهوتي من بعد أن حاولنا محوي، فلما الظنون وزهرة الرمان لا تنمو إذا ما غبت في عبثي ولهوي، وتجارب الإبداع عند التين لم تنضج لو اعتمدت على ما لست أروي، كوني على ديني أحبك في النسيم وفي الورود لوجه رب الحسن أنوي، وأحج يوميا إلى محراب خالقك الجميل لكي أكفر بعض سهوي، من وجهة أخرى كثيرون الذين سكبت روحي فوقهم برقيق عفوي، ولقد تعبت على الذين بكيتهم فتناثروا وتعثروا بوضوح صفوي، وزيادة في البوح يفضحني سحاب قصائدي وغزير عاطفتي وشدوي، بعبارة أخرى أعيش لمرة وأموت يوميا على مرام غزوي، ما أثمرت أرض السؤال سوى الحصى المصحرون فمي على عطشي، لما رأيت الشك يملأ بئرهم أقفلت منزعج الأسى ورميت دلوي، نامي على ثقة الصباح قريرة وتأملي أنا نحو ربي كل خطوي، أنا في طريق الله منذ طفولتي، الأمر يحتاج القليل من التروي، الأمر يحتاج القليل من التروي. شكرا جميلا لك. أحسنت أستاذ وهاب. الأستاذ وهاب شريف، هل تشعر بالغبطة لما قدمه اتحاد الأدباء في طباعة هذه المجموعة الشعرية، وما هي مشاعرك وأنت أحد ممن طبع لهم في هذه؟ لا ما أشعر، كل شعور ما عندي. طبعا أجمل يوم وأجمل إنجاز، وأنا قلت في المقدمة قلت أنا طبعت 20 مجموعة شعرية، لم أشعر بلذة مثل هذا الكتاب، بلذتي بهذا الكتاب وبهذا الإنجاز وبهذا المنجز وبهذا المشروع الحضاري الجميل. أنا الآن في عيد، يعني أعيادنا العيد الكبير والعيد الصغير، هذا العيد الأكبر. إيه والله أشكرك. تصفيق للاتحاد. شكرا جزيلا أستاذ وهاب. معنا الآن الأستاذ قاسم الشمري. السلام عليكم. في البدء شكر عظيم للاتحاد، وهو يقوم بكل هذا الجمال وكل هذا البهاء، وهو يصدر إبداع النجف إلى خارج حدود هذه المحافظة. هذه المجموعة أخطاء يعني سبق وفازت في مسابقة سعاد الصباح للإبداع العربي في الكويت عام 2012 وطبعت في الكويت. الاتحاد مشكورا ومتفضلا قام بطباعتها بطبعة ثانية، وهي هذه التي نحتفي بها اليوم، بعد أن يعني ما دخل للعراق من الطبعة الأولى بالستين نسخة، فارتأى الاتحاد أنه يطبع هاي المجموعة طبعة ثانية، وهو متفضل ومشكور على هذه المبادرة الأكثر من رائعة. المجموعة تحتوي على كل أنواع أو كل أشكال الشعر العربي، عمود وتفعيلة وقصيدة نثر.
إن أحببتم أن أقرأ من المجموعة بعض القصائد. رسم على جدار الذات، عراء بضيق اللحد، بحر توسده، وباب بعرض الأفق والكف موصده، قناع ترابي ووجه من الندى، وغيم خريفي الطقوس تسيده، تجلى به السياب في نسج حزنه، بإنشودة للغيث تمشي معربدة، وخد بكنه الثلج قد مات ظامئاً إلى قبلة نار لتغتال موقده، وجفن كجنح النسر ما رف خشية، ولكن ثقل الدمع قد هد سؤدده، وقلب كضرب الموج يهتز داخلي على هامة الطوفان قد شاد معبده. فذاك أنا المخبوء في صدر أحرفي، كروح بوجه التيه أمست مشردة، وهذا أنا عزف على ناي غربتي تدوزنه الأوجاع والحزن رددة، فملئي سجون والسجين أنا بها، سجون بآهات السجين مقيدة، ومل انسكاب الماء والنهر ظامئ بثغري لتبقى الابتسامات مجهدة، يكتفني دهري بقيد تناقض، فقرآنه يتلى لينسى محمده، لديه احتضار الصوت في ثغر بلبل جميل يجل البوم إن قام أنشده، ويطوي جناح السيف عن نحر ظالم لينحر مظلوما به الآه مغمده، ويقتات خبز الدمع من خد طفلة فمائدة لليتم فيها مشيدة، بعيني رأيت الروح باع صليبه، وموسى يصوغ العجل كي يقتني يده، لأبقى كصدر بالجراح مدجج ترتق أضلاعي بقايا لأفئدة، وأسقط في نفسي أشد جراحها جراح بعين الطعن تبقى ممددة، فمن ألف شمس والضياء محاصر، وأحداق أفقي بالظلام ملبدة، أنا الطود كف الأرض يمضي استباحتي، مناجل ريح قد تعالت لتحصده، جميل على الطود العظيم انتحاره إذا جاء ثقب الأرض يوما ليصعده. سأقرأ بعض الغزل. أموت كثيرا وزع وجهي فوق الجهات، ويشربني الملح يصبح ليلي أزل، يؤثثني هامش للهزيمة، واليأس ينهش في جثة الوقت، أغرق في حفنة من دخان. أموت كثيرا وأكتب شعرا ينز ضياعا كهذه القصيدة إن غبت عني. لكي تفهم الشوق تحتاج عزم نبي غريق تعانقه موجة هاربة، لكي تكتب الشوق تحتاج أن تودع الأبجدية في صمت عاشق، لكي تشرح الشوق تحتاج أن تسكب الأغنيات بصدر يئن كباب قديم، لكي تجرح الشوق تحتاج قبلة، لكي تقتل الشوق من يقتل الشوق من لم يكن زاده غير نار فلا شوق له. حياكم الله.
شكرا جزيلا أستاذ قاسم الشمري. الشاعر الآخر الذي طبعت له مجموعة شعرية الأستاذ زينل محمد الصوفي من مواليد 74، عضو اتحاد الأدباء وعضو اتحاد الصحفيين وعضو نقابة المعلمين، بكالوريوس في اللغة العربية. صدر له نصف برتقالة مجموعة شعرية، ورقة تسقط إلى الأعلى، وشارك في العديد من المهرجانات داخل العراق. يقول زينل الصوفي: وتكونت مني الجروح ومن دمي، إن المرارة بدؤها من علقمي. قد قيل للأحزان كوني دمعة، فتساقطت مهمومة من مبسمي. أنا نجمة في صدرها كل الأسى، حتى تلألأ جرحها في الأنجم. تأريخ ميلادي بكاء دفاتر وذبول أزهار ولوعة مغرم. أرض أنا مفروشة بعنائها، تأتي الكتابة في ظلالي تحتمي. أنا أول الطعنات جرحي آدم، ونزيف هابيل تناثر من دمي. انظر إلى عيني كم أنا ذابل، وسرور قلبي ينتهي في المأتم. اقرأ جروحي فوق كل فجيعة، تاريخها حتما لذاتي ينتمي. فكأنني أم لكل مصيبة تأتي إلي، وبين حضني ترتمي. ألم على صدري يطال وحقه، ويدق وقت الفجر باب تأزمي. وبكعب إسماعيل يطعن مهجتي، فأسيل جرحا نازفا من زمزمي. النار من دمعي تكحل جمرها، لتكون نارا من شموع تألمي. يا سائلا عن قصتي سترى بها، أن الرزايا أحرف في معجمي. نبارك للأخ زين الصوفي وهو بعيد عنا الآن الإصدار الجميل هذا، ونبارك لاتحاد الأدباء هذا المسعى وهذه الخطوة الجريئة التي خطاها في طباعة المجاميع الشعرية والقصصية لأدباء النجف. الكتاب الآخر هو المجموعة القصصية من وحي النجف. هذه المجاميع القصص التي نشرت هنا في هذا الكتاب هي لكتاب النجف حصرا، وسيصدر كتاب آخر للمشاركين في مسابقة المرحوم زمن عبد الزيد الذين فازوا في المسابقة، أيضا ستطبع قصصهم في كتاب سيرسل إن شاء الله في الأيام القادمة إلى الطباعة. أما هذا الكتاب فهو يتناول القصص التي شارك بها كتاب القصة في النجف، بعضهم شارك بقصتين أو ثلاث أو أكثر حسب المساحة التي أعطيت له. هذا الكتاب احتوى أكثر من 10 قصاصين، أكثر من 10 بحدود 15 قاص شاركوا في هذا الكتاب، وكلهم من أعضاء نادي السرد في النجف، من أعضاء نادي السرد لأنه بعضهم ليس عضوا في اتحاد الأدباء ولكنه عضو في نادي السرد. نبارك إذن لكتاب القصة ولنادي السرد هذا الإنجاز الجميل. الآن نبدأ في توقيع هذه الكتب، وأود التنويه أن المجموعة الشعرية أخطاء، بعضهم لديه نفس المجموعة، فإن كان لديه نفس المجموعة يوفر لزملائه الفرصة لاقتناء هذا الكتاب. نبدأ كيف تحبون، بهذا الشكل من الأخير؟ لا أصير زغل به. تفضل تفضل دكتور، تفضل دكتور. هاي مجموعة القصصية دكتور زينل. أستاذ علي العبودي، أستاذ علي شوف وين
تختار المكان. الله يسلم. ها هي يم استاذ علي العبودي. في ختام هذه الجلسة نتمنى لاتحاد الأدباء والكتاب المزيد من الطباعة واحتواء جميع هذه المجاميع الشعرية وترصينها لتأخذ حيزا كبيرا ومساحة واسعة في الوطن العربي. شكرا جزيلا لكم.